السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أصدقائي ومتابعي قناة رحلة تي في. أثيرت اليوم ضجة حول كتاب كان سينشر بل ستوقع صاحبته بالمعرض الدولي للكتاب بمدينة الرباط، والذي سينطلق غدا الجمعة 3 يونيو 2022 ويستمر إلى غاية 12 من هذا الشهر. هذا الكتاب تحت عنوان مذكرات مثلية، يعني صاحبته تتحدث عن شدودها وعن ميلها لبني جنسها من الإناث، وهو كتاب يروج للشدود الجنسي، ومع ذلك كان سيعرض في المعرض الدولي كتاب. كما أن صاحبته عدت يعني اجتماعات لتوقيع هذا الكتاب وللترويج لهذا الكتاب في أكبر محفل فكري للكتاب بالمغرب، المعرض الدولي الذي تحضره أغلب دول العالم العربي والإسلامي بل حتى الدول الغربية، ويقصده مئات آلاف المواطنين المغاربة كبارا وصغارا، خصوصا الناشئة الصغار، حتى أنه تعقد رحلات مدرسية إلى هذا المعرض. في هذا المعرض أرادت هذه الكاتبة أن تنشر كتابها الذي يطبع مع الشدود الجنسي. سأقرأ عليكم حسب ما نشره موقع هوية بريس حول هذا الموضوع، لأنه وبسرعة تدخل القائمون والمشرفون على المعرض بمنع عرض هذا الكتاب، كما خرجت دار النشر أكورا للطباعة والنشر أو للنشر والتوزيع للاعتذار بحجة أن النسخ الطبعة الأولى قد نفذت، والحقيقة أن الكتاب قد تم منع عرضه في المعرض الدولي للكتاب. قلت أقرأ عليكم ما تناوله موقع هوية بريس حول الخبرين، خبر الضجة وخبر المنع. ففي الخبر الأول المعنون بالترويج للمثلية بالمعرض الدولي للكتاب يثير غضب المتابعين، جاء في نص هذا الخبر: عبر كثير من النشطاء والفاعلين على شبكات التواصل الاجتماعي عن استيائهم لمنشورات سيتم عرضها بالمعرض الدولي للكتاب الذي سيفتح أبوابه ابتداء من غد، يعني الوردة هنا اليوم 2 يونيو 2022 ويكون الافتتاح اليوم، افتتاح الرسمي، لكن الافتتاح لعامة الناس يكون غدا. ومن ضمن المنشورات التي أثارت غضب المتابعين مذكرات مثلية للكاتبة فاطمة الزهراء أمزكار، وهو كتاب يطبع مع الشدود الجنسي بشكل فج وغير مقبول. وفي هذا الصدد تساءل الدكتور حمزة الكتاني على صفحتي بالفيسبوك: هل في دولة إمارة المؤمنين يكون هذا الفجور العلني؟ ستكون سابقة خطيرة في تاريخ البلاد. بدوري علق الدكتور محمد عوام على إشهار الكتاب بقوله: إلى أين يسير المغرب مع التطبيع بكل أنواعه وأشكاله؟ التطبيع مع الصهيونية، التطبيع مع الفسق والفجور والخمور، والتطبيع مع العري والتبرج والسفور، والتطبيع مع المثلية والشدود الجنسي. كيف يقع مثل هذا في بلد مسلم؟ أن يوقع كتاب مذكرات مثلية بهذه الدار، دار أكوارا للنشر، عن أي حديث بعدها يروق لكم أن تشنفوا الأسماع بالمحافظة على الثوابت وحفظ الأمن الروحي للمغاربة، وأننا في بلد ينص دستوره على أن الدين الدولة الإسلام وإمارة المؤمنين، وتتبجحون بالتمسك بعقد الأشعري ومذهب مالك وطريقة الجنيد السالكي. وأضاف عضو مركز مقاصد للدراسات والبحوث، دائما حسب خبر موقع هوية بريس: المعروف والذي طارت بذكره الركبان أن السلطات المغربية لا تسمح بترويج كتب بعض الدور، خاصة منها الشيعة، فكيف تمنع هؤلاء ونحن معها في هذا الإجراء؟ لكن الذي لا يستساغ ولا يقبله شرع ولا عقل أن تمنع هؤلاء وترحب بمن هم أخطر منهم، وهم المثليون والصهاينة المجرمون، وتغض الطرف عن الفسق والفجور. هذا ينبئ عن التحول الخطير والمريب الذي ينتظر المغرب، ومآله مسخ هوية المغرب الدينية والحضارية وطمس معالمه ومقومات وجوده. ونحن نحذر من هذا المزلق الخطير، لا الذي لا تحمد عقباه، على الأجيال الصاعدة وعلى الدولة نفسها، والله لا يصلح عمل المفسدين. هكذا انتهى كلام الدكتور محمد عوام. وانتهى أيضا الخبر، تجدر الإشارة إلى أن هذه الكاتبة، كاتبة الكتاب فاطمة الزهراء أمزكار، سبق لها وأن هي عند مجموعة هذه الأنشطة للترويج لكتابها، وسبق وطلعت أنا على نشاط قبل أيام
أنها نشرت كتابها وقعته بأحد المدارس، وهو ما يطرح التساؤل كيف يسمح بالترويج للشذوذ الجنسي للمثلية في مدارسنا؟ هل صارت المدارس مرتع لنشر هذا المسخ الفطري وهذا المسخ على الإنسانية وعلى البشرية؟ لأن من خطورة الشذوذ الجنسي هو أنه حرب على البشرية على الإنسانية، لأن فيه من غير ما سبق وذكرنا أنه سبب لاستجلاب غضب الله عز وجل وسبب لاستجلاب أشد أنواع الأمراض فتكا، هو أيضا يمنع استمرار الجنس البشري، لأنه زواج نفس الجنس بنفس الجنس هذا لن يكون بعده ولادة ولن يكون ينتج عنه أبناء، يعني ما يمنع استمرار النسل البشري، فهو يهدد البشرية واستمرار الإنسانية. إذن مع الخبر الثاني والمنشور أيضا على موقع هوية بريس تحت عنوان عاجل: إدارة المعرض الدولي للكتاب تمنع عرض مذكرات مثلية. وجاء في نص الخبر: تفاعلت إدارة المعرض الدولي للكتاب بالرباط مع حملة الاستهجان الكبيرة التي طالت التسويق لمذكرات مثلية لكاتبته فاطمة الزهراء مزكار، حيث أن الكتاب يطبع مع الشذوذ الجنسي بشكل فج وغير مقبول، كما أن كاتبته لا تخفي تبجحها بممارسة هذا السلوك المشين والتجرؤ على الذات الإلهية. وأفادت صفحة الكتب المغربي بأن المسؤولين عن المعرض منعوا عرض الكتاب وبالتالي توقيعه هذا، وصارعت دار أكورا أو أكوارا ناشرة الكتاب إلى تغطية الفضيحة التي تعرضت لها بالادعاء على صفحتها بأن الكتاب مذكرات مثلية نفذت طبعته الأولى وبالتالي لن يكون متوفرا في معرض الكتاب. بالرجوع إلى حساب صاحبة الكتاب على فيسبوك تذكر وتقول بأن قرار المنع هو الذي منع الكتاب وليس نفاذ نسخه. ونشرت قبل قليل صاحبة الكتاب الفضيحة على صفحتها بفيسبوك تدوينة تؤكد المنع جاء فيها في وقت يحتفل فيه العالم بشهر الفخر. تتعرض كاتبة مغربية تدعى فاطمة الزهراء مزكار لهجوم بسبب حفل توقيع كان مبرمجا يوم الأحد، لا لشيء إلا كونها كتبت عن فئة من المجتمع ألا وهي المجتمع الميم. الكتاب منع من المعرض والحفل ألغي لدواعي جلوها. نعتذر أصدقائي لن نستطيع اللقاء توقيع الإيداءات، الوزارة أعلت صوت الجهل والكراهية. هكذا علقت كاتبة الكتاب التي تريد نشر هذا المسخ الفطري وتطبع مع اختياراتها الشادة واختياراتها المنحرفة سلوكيا وأخلاقيا ودينيا ومجتمعيا وبكل الأشكال والأصناف. إذن دمت في رعاية الله وحفظ متابعي ومشاهدي قناة رحلة تيفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.